بعض الناس بيقوم من النوم هو تصدقوا ان انا بحبكم في الله. والله انا بحبكم في الله. بتلاقي بعض الناس ودي نقطة اخدها في السكة كده للناس اللي بقول له هو الصلوات 5 ولا 4؟ 5 طبعا يا عم الشيخ. امال هم عندك 4 ليه؟ لا مين اللي قال؟ دول عندي 5. لا انا مش شايفك عمرك قمت الفجر. يا نهار ابيض، ده انا بقوم الفجر كل يوم. طب انت جزاك الله خير. انا بكلم بقى الناس اللي ما بيقوموش الفجر، انتوا خليتوا الصلوات 4 ليه؟ حاضر، الاذان هنردد الاذان بنيه، احنا دلوقتي هنزيع الاذان بنيه انك تردد الاذان وتحصل على شفاعه النبي وتدعي بعدها ان ربنا يقبلنا ويودينا الكعبه بقى احسن. اشتقنا قوي، اللهم ارزقنا الحج والعمره يا رب العالمين. مع الاذان وبعدين نكمل، خليك معايا. وصلى الله على النبي محمد واله وسلم. مرحبا بكم اخوتي في الله مره اخرى، وكنا نتحدث عن غسل اليدين بعد التسميه، غسل اليدين بعد التسميه، وذكرنا انك حين تغسل يديك لابد ان تنظر الى الماء وهو يتساقط من يديك انك بتوضى. كنا بنتكلم في نقطه مهمه قوي، ارجع لها تاني مش هنسى ان شاء الله، هي ان الصلوات كام؟ الصلوات 5 بجد، يعني انت بتصلي الفجر. ايوه جميل، لازم تصلي الفجر. بعض الناس بقى ما بيصليش الفجر، ها، بيظبط منبه على الساعه كام؟ هو عنده الشغل بتاعه الساعه 8، فبيظبط منبه على 6:30 ويقوم 6:30 جري 6:30 دي الشمس طلعت، يعني صلاه الفجر انتهت، لان نهايه وقت صلاه الفجر شروق الشمس، فوقتها انتهى. اضف الى حتى اللي ظابط المنبه على 6 قبل الشروق ب15 دقائق عشان يصلي ويروح الشغل، مش قايم لربنا، قايم للشغل. انت قايم لربنا ولا للشغل؟ ظابط المنبه لربنا ولا للشغل؟ هي دي المشكله الكبيره، ان يبقى الشغل اهم عندك من ربنا، ان الشغل يبقى اهم عندك من الصلاه. مشكله كبيره كمان ان بعض الناس هو بيقوم ظبط المنبه على 7 عشان يتوضى، عامل حسابه ان في 10 دقائق حمام و5 دقائق لبس و5 دقائق فطار وثلث ساعه مواصلات، يبقى وصل ظابطها هو بالثانيه عشان ما يضيعش دقيقه من النوم. ايه اهميه النوم في حياتك؟ ايه اهميه النوم يا ابني؟ ان الله اذا بارك في القليل صار افضل من الكثير، فلو ربنا بارك لك في ساعتين نوم يبقوا افضل من 10 ساعات. ياما ناس بتنام 10 ساعات ويقوم جسمه مكسر وخامل وتعبان. سبحان الله العظيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، 3 عقد، نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل، نم وعليك ليل طويل، بيعقد على قفاه 3 عقد، حديث الضرب على القفا. فاذا استيقظ فذكر الله حلت عقده. اذا اول ما صحي من النوم كده قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، بدا يقول اذكار الاستيقاظ تتحل عقده. يا معقد حل عقدك بالذكر. فاذا توضا حلت الثانيه، فاذا صلى حلت الثالثه، خلاص كده، فأصبح نشيط النفس. أما إذا نام فلم يصلي بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه، الشيطان يبول في ودانه، وأصبح خبيث النفس كسلان. شفت أنت بتصبح كسلان ليه؟ عشان ما بتصليش الصبح، عشان ما بتقوم ما بتذكرش ربنا. تلاقي بقى اللي قايم على الشغل قام جري من غير ما يفتح عينيه على الحمام،
تلقائي كده قضى حاجته وقف على الحوض اتوضا تلقائي بدون اي نيه، ده ما يبقاش وضوء، ما يتحسبش وضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.